أساسا لماذا نشأت هذه المشكلة؟ نشأت مشكلة خلو منصب رئيس مجلس النواب كل هذه المدة الطويلة بسبب ثلاثة معرقلات. أولا الاشتباكات السياسية الواضحة والسافرة في البيئة السنية، وثانيا التأثير الشيعي أو تأثير قوى الإطار التنسيقي، وثالثا تحركات السيد المندلاوي. إذا ما يعني كلكم تعرفون أعتقد بأنه جلسة يوم 18 أيار الماضي التي كانت قاب قوسين أو أدنى من اختيار محمود المشهداني لم تكن باتفاق بين الكتل السنية اللي هي المنصب منها، وإنما كانت باتفاق كان قوي حقيقة. سالم لا المشهداني، لا كان الأقرب إلى أن يكون رئيسا لمجلس النواب هو المشهداني باتفاق كبير وبأرقام كبيرة بين رئيس مجلس النواب السابق رئيس حزب التقدم محمد الحلبوسي وسيد المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون. لكن أجهضت هذه الجلسة أيضا بثنائية مركبة من طرف سني وطرف شيعي، وتحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا وهو الآن ليس مؤثرا. الآن تعاد صياغة تحالفات جديدة أيضا ثنائية شيعية سنية وليست سنية سنية. يعني المسألة الآن ليست اتفاق سني ويتم اختيار رئيس البرلمان. يعني هو ما دام أنه العرف ما زال باقيا، نحن نريد ونتوق أن ننتقل إلى مسار لإدارة النظام بشكل آخر وهو النظام الديمقراطي الحقيقي الذي يستند إلى الدستور وإلى التشريعات النافذة، ولكن ما دمنا أنه باقين نحن في العرف السياسي فيجب أنه إذا كان هنالك اتفاق أن يطبق الاتفاق. لا يجوز أنه كل هذه المدة ليس هنالك رئيس مجلس نواب من مكون معين ويشغل مكانه شخص من مكون آخر ولديه طموحات معينة ولديه مشاريع معينة، وهنا أقصد يعني السيد المندلاوي ولديه